هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا في سنة 2004 شفيق شنقريحة كان يعمل في روديو الطوموبيل تاع شطيم وكتا وفيتاس ولا وكان على متن سيارة تابعة للمؤسسة العسكرية تابعة للناحية العسكرية الثالثة تاع بشار. كان هذا في حي وقدة في بشار. سيارة هذه من نوع تويوتا كورولا ترقيمها مسجل على وزارة الدفاع الوطني. وشفيق شنقريحة كان مرافقه سفيان تلمساني ابن الجنرال التمساني اللي كان نائب قائد الناحية العسكرية السادسة في ذاك الوقت. شفيق شنقريحة يدير في الروديو وزادم في الناس وإذا بطفل صغير عنده 7 سنين اسمه عياش عبد المطلب جاء في الطريق نظوا قتلوا في لحظة. جريمة هذه حتى وين كانت غير عمدية يعني ما كانت عمدية يعني انفولونتير كما قلت لا إرادية ولكن قتل روح من المفروض يتوقف من المفروض ينحلوا بيرمي على الأقل ويديوه للتحقيق ويسيبوه بلي كان يستعمل في سيارة عسكرية ويدير في الروديو. دونك كان جزء يتحمل جزء مسؤولية هالجريمة هذه ولكن بالنسبة للعراية هذو روح بني آدم ما تسواش داير شوف شحال قتلو الشيء اللي تم انه الملف اطوى تم طي الملف على مستوى مديرية القضاء العسكري في وزارة الدفاع ويا حبذا لو يفتح هذا الملف ولكن اكيد بلي راه تحرق ماشي تطوى تحرق راح ما بقاش. هاوليك شكون الناس اللي راهي تصير اليوم في الجزائر شكون هاد الناس اللي راهم متحكمين في مصير شعب وبلاد دفعت اغلى ما عندها ودفعت يعني الثمن اللي هو روح خيرت ابداع باش اليوم يجيو الشنقريحة وتبون وناصر الجن وحسين بولحية وجبار مهنة وهذا معاد ومن معهم من شركاء ومن أزلام جو اليوم يسيروا البلاد ويفرضوا إرادتهم على سيادة شعب اغتصبوها بالقوة وبالتعذيب وبالنار وبالقتل. ربي يقدر الخير بلادنا ربي بعد عليها ولا الحرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.